شاركونا يا ريت دايما تخلونا احلى اخوات يا قلب كبير. هذا البرنامج برعاية الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم عزيزاتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم فور بنات، برنامج المسابقات الخاص بالبنات فقط على قناتكم فور شباب. عزيزاتي المشاهدات، خلونا نبدأ حلقتنا اليوم بالسحب على سؤال المشاهدين زي ما عودناكم ونشوف الأرقام مع بعض. ستوب، ونشوف ان شاء الله الاتصال، طبعا الاتصال من رقم مصري، نشوف من هي سعيدة الحظ في مصر اللي حتفوز اليوم معانا، وان شاء الله يعني ترد علينا، عشان احيانا بنتصل ما حد بيرد ولا بيكون جوالهم مغلق. ونشوف طبعا الهدية مقدمة لسؤال المشاهدين من محلات العمالي للذهب والمجوهرات في سوق اليمامة ومحلات الذهب ومحلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري. نشكرهم جدا على الهدية المقدمة من عندهم، وإن شاء الله تعجب المتسابقة أو الفائزة معانا اليوم اللي من مصر أم الدنيا، وإن شاء الله ترد بسرعة علينا إن شاء الله، كده ما تكونش واكلة محشي كده وتكون خليها نايمة شوية وكده، فيعني هي أكيد لو أكلت محشي أكيد ما هترد علينا أكيد، ولا بط كده وحمام محشي. في الكنترول يقولوا لي لو ماكله سمبوسه، لو ماكله سمبوسه حترد على طول يعني. خلينا نشوف الاخت. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. تعرفينا باسمك؟ ايوه. اسمك؟ وفاء علوي موسى. وفاء، كيف حالك يا وفاء؟ الحمد لله تمام. وفاء، فزتي معانا بجائزة مقدمة من محلات العماري للذهب والمجوهرات ومحلات العماري للأقمشة. ألف ألف مبروك يا وفاء. وفاء الله يبارك فيكم إن شاء الله. قولي لي أنت من وين بتكلمينا؟ إيش؟ من وين اتصالك؟ من القاهرة. من القاهرة، بس أنت لكنتك ما هي مصرية. لا أنا مش مصرية، أنا يمنية. يمنية في القاهرة، يا هلا وسهلا فيكي وفي أهل اليمن وفي أهل القاهرة يا وفاء. قولي لي وفاء، أنت دائما تشاركي معانا ولا هذه أول مرة؟ لا والله أول مرة اليوم، بس إن شاء الله بتشارك لأني أنا شفت العرض جاي جديد إن شاء الله بإذن الله. ويا وفاء إن شاء الله كل مرة تشاركي معانا فيها تفوزي معانا بجوائز قيمة. ألف ألف مبروك يا عزيزتي. الله يبارك فيك يا حياتي. وفاء قولي لي، أنت دائما تتابعي قناة فور شباب؟ قناة فور شباب مميزة. الله يسعدك يا رب، وخلاص ان شاء الله احنا حنستنى اتصالك في برنامجنا، وان شاء الله دايما تفوزي معانا يا وفاء. ان شاء الله، الله يحفظك. الف الف مبروك يا وفاء. الف مبروك يا وفاء، فزتي معنا بالجائزة المقدمة من محلات العماري للذهب والمجوهرات ومحلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش. واذكركم عزيزاتي المشاهدات بأرقام التواصل معنا 7-0-0-0-1-0-8-1 من داخل السعودية، ومن خارج السعودية 0-88-21-6-9-0-8-9-0. ومعنا أول اتصال في حلقة اليوم من هالة، ونقول ألو. السلام عليكم يا هالة. ألو هالة، هالة، السلام عليكم.
للأسف هالة فصلت الخط ونشوف اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم يا تالا، كيف حالك؟ وعليكم السلام، كيف حالك ماما؟ إيش أخبارك يا تالا؟ الحمد لله، كيفك ماما؟ اشتقت لك. والله أنا اشتقت لك يا تالا، وينك ما اتصلتي علينا؟ أبغاك تشتقي لي عشان كذا ما اتصلت. الله يسعدك يا تالا، يلا مستعدة؟ أيوة ماما مستعدة. يلا يا توتة، عندك الحروف على الشاشة، اختاري حرف. حرفي. حرف التاء يا تالا زي دايما، ونشوف مع بعض ملح الكلام. مين حيساعدك اليوم؟ ماما. يلا ماما يا تالا. ماما هو أنتي. يلا يا تالا، من القائل من لم يذق مر التعليم ساعة تجرع ذل الجهل طوال حياته؟ الإمام الشافعي أو الشيخ الشعراوي أو دكتور طارق الحبيب؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يا تالا، إجابة صحيحة، فستمانة ب200 ريال سعودي، ألف ألف مبروك، وما شاء الله تبارك الرحمن تالا، ما يحتاج أحد يساعدك، أنت دائما تفوزي معانا ودائما بدون مساعدات، ألف ما يعني ما شاء الله تبارك الله، مبروك عليك يا تالا، 200 ريال سعودي، ألف ألف مبروك. أذكركم عزيزاتي المشاهدات بمسابقات قناة فور شباب، أول مسابقة مسابقة فور بنات، يطلع لكم يوميا سؤال على الشاشة، عليكم تعرفوا الإجابة الصحيحة وترسلوا لنا إجابتكم في رسالة نصية تبدأ بكلمة بنات، وحيطلع السحب عليها في بداية حلقتي. ومسابقة إيش الطبخة، يوميا تطلع لكم صورة أكلة على الشاشة، عليكم تعرفوا ما هي هذه الأكلة وترسلوا إجابتكم الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بكلمة الطبخة. ومسابقة من القارئ، يطلع لكم يوميا مقطع صوتي لأحد القراء المشاهير، عليكم تعرفوا من هو هذا القارئ وترسلوا لنا الإجابة الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بكلمة القارئ. وترسلوا لنا رسائلكم على STC 84227، موبايل 606-2538، وزين 703-620. ومعانا اتصال من فاطمة، ونقول ألو. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله. فاطمة من وين اتصالك؟ من مكة. يا هلا وسهلا فيك يا فاطمة، وفي أهل مكة أول مرة تشاركي معانا؟ اي والله. إن شاء الله يا فاطمة دايما حتشاركي. إن شاء الله. إن شاء الله يا فاطمة، عندك الحروف على الشاشة، اختاري حرف. حرف فاء. حرف الفاء يا فاطمة، وحرف اسمك وفقرة رمضانيات، ونشوف سؤالك سوا يا فاطمة. ما هي آخر سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الفلق، الناس، أو النصر؟ ساعديني. هي نزلت بعد فتح مكة، كان فيها تنبيه للرسول بقرب المنية. الفلق. الفلق أو الناس أو النصر يا فاطمة؟ النصر. النصر يا فاطمة، إجابتك صحيحة، كوب فوزتي معنا بكوبون مقدم من محلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري، ألف ألف مبروك يا عزيزتي، وأتمنى أسمع صوتك في القريب العاجل. معانا اتصال ثاني من فاطمة أخرى ومن مكة المكرمة، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله. فاطمة قولي لي، أنت أول مرة تشاركي؟ لا أنا اليوم مرتين أنا شارك. انت لكي مرتين انت تشاركي، انا غلطانه اني انا ما تذكرت صوتك. ايش اخبارك يا فاطمه؟ الحمد لله. الحمد لله. مستعده؟ اي مستعده. يلا تختاري حرف. اي اختار حرف الراء. حرف الراء يا فاطمه، ونشوف مع بعض. وفطور وسحور، حتطلع لك صوره اكله يا فاطمه على الشاشه، وعليك تعرفي ايش هي. طيب. طيب يلا يا فاطمه، ايش هذه الاكله؟ هي عوامه او كنافه او قطايف؟ دقيقه. يلا. هذه قطايف. قطايف يا فاطمة، إجابتك صحيحة، وفزتي معنا ب200 ريال سعودي، ألف ألف مبروك يا عزيزتي فاطمة. ومعانا اتصال جديد، ونقول ألو. ما شاء الله اليوم اسم فاطمة شغال معانا، ومعانا اتصال من فاطمة من الأردن، ونقول ألو. فاطمة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك حنين؟ الحمد لله تمام، أنت كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله تمام، على فكرة أنا برن عليك ثالث مرة يمكن. إيش؟
بس الخطوط كانت مشغولة فما كان في رد. يلا الحمد لله انه اليوم حالفك الحظ وقدرنا نسمع صوتك في البرنامج. يا فاطمة قولي لي اليوم ايش فطرتي؟ الحمد لله. ايش؟ فطرت اليوم كان نواشف. نواشف؟ انا كان سحوري امس نواشف صراحة. بالعافية عليك يا فاطمة. احنا اليوم فول نواشف. يلا ان شاء الله بتاكلوا لكم هيك شيء منسف على السحور كذا بيزبط الوضع. يلا يا فاطمة مستعدة؟ مستعدة. يلا تختاري حرف فاطمة من الأردن. حرف النون. حرف النون ونشوف مع بعض. للأسف يا فاطمة خيرها بغيرها. أعتذر جدا منك. إن شاء الله ترجع تتصلي فينا مرة ثانية يا فاطمة وتفوزي معانا. أعتذر جدا 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 منك يا فاطمة. ومعانا اتصال جديد ونقول ألو. ألو السلام عليكم. نتاليا. يا نتاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا نتاليا؟ طيبة. إيش أخبارك؟ الحمد لله. نتاليا أنت تكلمين من الرياض صح؟ إيوه. وأمس كلمتينا صح؟ إيوه. وقلتي لي اسمك يعني وردة صح؟ إيوه. يلا يا نتاليا مستعدة؟ إيوه. عندك الحروف على الشاشة اختاري حرف. حرف دقيقة أنا ماني قدام التلفزيون. عندك حرف الواو وحرف الباء وحرف الألف يا نتاليا. حرف الألف. حرف الألف. يلا نشوف مع بعض. فقرة اكسسوار يا نتاليا لازم تكوني عند التلفزيون. طيب دقيقة بس أقول لهم بسرعة 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 بسرعة. نحاول بس نوقف لها دقيقة الوقت. ايوه قولي. طيب يلا يا نتاليا شفتي الصور ولا لا؟ إلا ما أشوفها. طب يلا بسرعة. إيوة. يلا يا نتاليا إيش هي الصورة المختلفة؟ هي الصورة رقم واحد طقو. لا يا نتاليا رقم أربعة. يا نتاليا. طيب أربعة. لا كده أشر لك. كم؟ أربعة. يعني نتاليا إجابة الأخيرة رقم أربعة ولا؟ اثنين. طيب اثنين يا نتاليا إجابة صحيحة. فزتي معنا بكبون مقدم من العماري للأقمشة. ألف ألف مبروك يا عزيزتي نتاليا. صراحة حاولت أساعدك يعني بس للأسف أخرتي علينا. يلا يا مها معنا اتصال جديد من مها ونقول ألو. الو. السلام عليكم يا مها. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. مها ايش اخبارك؟ ايه؟ من وين بتكلمينا؟ من القنفذة. من القنفذة صح يا مها. انت صديقة البرنامج الرائعة. قولي لي اليوم صمتي؟ ايوه. شطورة يا مها. مستعدة؟ مستعدة. يلا اختاري حرف. عندك حرف الواو ولا الباء؟ يلا يا مها. حرف الباء. حرف الباء يا مها ونشوف مع بعض عواصم ودول. وفي حد يساعدك ولا لا؟ مها. ايش هي عاصمة تونس؟ ايوه. ايش هي عاصمة تونس يا مها؟ التونس. مها؟ التونس. تونس عاصمة تونس؟ تونس. إجابتك صحيحة يا مها. فزتي معنا بكوبون مقدم من محلات العماري للذهب والمجوهرات. ألف ألف مبروك. معانا حنان من السعودية ونقول ألو. مرحبا. أهلين كيفك؟ كويسة. شو أفطرتي؟ إيه فطرت برا اليوم. فطرتي برا. أنا اليوم أفطرت إيس كريم كاكاو. حركة. شو هالفطور؟ شو هالدلع؟ في حدا بيفطر إيس كريم؟ لا بس يعني غريبة صراحة أحد يفطر آيس كريم. أنا بحب الكاكاو الإسكريم. بس أنا اليوم أكلت لك أم علي. صحيح إنها ما كانت كتير طيبة يعني بس كانت صراحة ممتازة. ماشي صحتين. يلا حرف الواو. على قلبك حبيبتي. حرف الواو ونشوف مع بعض نساء من التاريخ يا حنان. نساء من التاريخ وسؤالك يقول من هي الزوجة الوحيدة للنبي الكريم التي كانت بكرا؟
زينب بنت جحش أو السيدة عائشة أو ماريا القبطية رضي الله عنهن جميعا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها إجابتك صحيحة، فزتي معنا يا حنان ب 200 ريال سعودي. ألف ألف مبروك يا صديقة البرنامج الرائعة حنان اللي عاملة دايت كمان. معانا اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عرفينا باسمك. جوهرة محمد. جوهرة محمد. يا هلا وسهلا فيك يا الجوهرة، من وين تكلمينا؟ من الرياض. يا هلا وسهلا فيك وفأهل الرياض، كيف الجو عندكم يا الجوهرة؟ والله حر زيادة. يلا الله يعين يا رب العالمين. كم درجة الحرارة وصلت؟ والله واصل 50 يمكن. لا إله إلا الله، الله يعينكم يا رب ويصبركم يا رب العالمين. على أجر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. قولي لي يا جوهرة إيش كان فطوركم اليوم؟ والله اللي تبين، شربة سمبوسة. الجيمات. الجيمات. بالعافية. يلا. بالعافية عليكي. بس قولي لي شربة إيش؟ إيش؟ شربة إيش؟ شربة كويكر. شربة كويكر، بالعافية. تصدق لغاية اليوم ما أعرف أسوي شربة كويكر. علمك، أنا مشهورة بالشربة. يلا عاد لازم أتعلم منك يا جوهر. هذا أنا أخذت منك وعد على الهواء. الله يحييك. الله يسلمك يا رب. يا جوهر مستعدة؟ إن شاء الله. نشوف الحروف مع بعض، وعندك الحروف كلها، وانتبهي تطلع خيرها. ساعدينا بمساعدتك. ابشري من عيوني، بس انت ان شاء الله ما تطلع لك خيرها بغيرها. يلا يا جوهر. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يلا يا جوهره. حرف الباء. حرف الباء يا جوهره، ونشوف ملح الكلام. جوهره راح تطلع لك يا اما حكمه وتكمليها او اسالك من القائل. تمام. يلا. الوقت كايش؟ كالسيف او السيف. الوقت كالسيف يا جوهرة، إجابتك صحيحة. ما كان يحتاج حتى أساعدك، فزتي معنا بكوبون مقدم من محلات العماري للذهب والمجوهرات. ألف ألف مبروك يا جوهرة. معانا اتصال جديد من تغريد ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا تغريد. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام، أخبارك؟ الحمد لله تمام. تغريد ثاني مرة تكلمينا صح؟ لا والله أول مشاركة لي. أول مشاركة. سعيدة. لا يلا تغريد، إن شاء الله من اليوم تشدي حيلك، كل يوم تتكلمينا إن شاء الله. من وين يا تغريد؟ من الباحة. من الباحة، يا هلا وسهلا فيك يا تغريد وفي أهل الباحة، كيف الجو عندكم؟ والله تمام، حلو الأجواء الحمد لله. يا تغريد تو اتصال من الرياض يقولوا لك حر بزيادة، الحمد لله. يعني في مكان كويس الجو فيه. يلا يا تغريد عندك الحروف على الشاشة، اختاري حرف وانتبهي تطلع خيرها بغيرها. إن شاء الله يا رب. حرف التاء. حرف التاء يا تغريد، وحرف اسمك ونساء من التاريخ. حيطلع لك سؤال يا تغريد، وسؤالك يقول من هي الخنساء؟ تماضر بنت عمرو بن حارث أو آسيا زوجة فرعون أو بلقيس ملكة سبأ؟ تماضر بنت عمرو بن الحارث. تعبيني. أو آسيا زوجة فرعون أو بلقيس ملكة سبأ الخنساء. طيب وأنتوا الاثنين ما شاء الله تبارك الله حروفكم تبدأ نفس الشيء. تماضر. تماضر بنت عمرو بن الحارث، إجابة صحيحة يا تغريد. استمعنا بكوبون مقدم من فور شباب كافيه، ألف ألف مبروك. معانا اتصال من منيرة ونقول ألو. ألا. السلام عليكم يا منيرة. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. منيرة من وين اتصالك؟ من القويعية. يا هلا وسهلا فيك يا منيرة وفأهل القويعية، مستعدة معانا يا منيرة؟ ايه. نشوف الحروف سوا واختاري حرف. حرف الواو. حرف الواو يا منيرة، وعواصم ودول. هتعرفي كثير في الجغرافيا ولا لا؟ تعرفي كويس في الجغرافيا ولا لا؟ كويس. طب ايش هي عاصمة الكويت يا منيرة؟ كويت. الكويت، إجابة صحيحة، وفزتي معنا بكوبون مقدم من سكر نبات للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك يا منيرة. وعزيزاتي المشاهدات، في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود. يا أخوات يا قلب كبير. هذا البرنامج برعاية
ورجعنا لكم عزيزاتي المشاهدات من بعد الفاصل، ومعانا اتصال من شيماء من فلسطين، ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيماء؟ الحمد لله تمام. إيش أخبارك يا شيماء؟ الحمد لله. من وين في فلسطين؟ من القدس. من القدس، يا أهلا وسهلا فيك يا شيماء وفي أهل القدس كلهم. أول اتصال يجينا من فلسطين من داخل القدس، كيف الأوضاع عندكم؟ والله الحمد لله تمام، رمضان رائع في القدس. يلا الحمد لله، والله يا رب كذا يعني يفك كربكم عن قريب يا رب العالمين يا شيماء، ويفرحنا بالعيد وفرحة يعني تحرير القدس، ويعني يفرج هم كمان سوريا وكل شيء ان شاء الله يا رب. شيماء مستعدة؟ يلا تختاري لنا حرف. حرف النون. حرف النون يا شيماء، ونشوف مع بعض. وللأسف يا شيماء بعتذر منك كثير، طلعت لك خيرها بغيرها، أتمنى أنك ترجع تتصل فينا مرة ثانية. معانا اتصال من باسمة، ونقول ألو. السلام عليكم يا باسمة. ألو باسمة، وطي صوت التلفزيون إن شاء الله. ألو. أيوة يا باسمة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إيش أخبارك؟ الحمد لله. من وين اتصالك؟ من الرياض. يا هلا وسهلا فيك يا باسمة وفي أهل الرياض، مستعدة معانا؟ باسمة؟ ألو. مستعدة؟ إيه. يلا اختاري حرف يا عزيزتي. حرف الفاء. حرف الفاء، ونشوف فطور وسحور. هتطلع لك يا باسمة صورة أكلة على الشاشة، وعليك تعرف إيش هي، تمام؟ تمام. إيش هذه الأكلة؟ هي سلطة بطاطس أو سلطة فطر أو سلطة قرع؟ إيش الصورة اللي طالعت لك على الشاشة؟ هي سلطة بطاطس أو سلطة فطر أو سلطة قرع؟ سلطة بطاطس يا باسمة، إجابة صحيحة، وفزتي معنا بكوبون مقدم من فور شباب كافيه، ألف ألف مبروك. ومعانا اتصال جديد، ونقول ألو. ألو السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال. أذكركم عزيزاتي المشاهدات بأرقام التواصل 700-101 من داخل السعودية، ومن خارج السعودية 00-88-16-00-896. أما عن رسائلكم لأسئلة المشاهدين في مسابقة إيش الطبخة، ومسابقة من القارئ، ومسابقة فور بنات، STC 84227، موبايلي 606-2528، وزين 703620. ومعنا اتصال من أمل، ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أمل؟ طيبة الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله مبسوطة. الحمد لله إن شاء الله دائما يا أمل. أمل مستعدة؟ أيوة مستعدة. اختاري حرف يا عزيزتي. حرف الفاء. لا حرف الفاء راح. طيب الألف. حرف الألف يا أمل، حرف اسمك وملح الكلام. في أحد يساعدك؟ إيش؟ في أحد يساعدك؟ لا 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 ما علي، إيش السؤال؟ الحين نشوف يا أمل السؤال مع بعض. وبس أول شيء قولي لي أمل، أنت أول مرة تشاركي معانا؟ إي أول مرة. أول مرة، إن شاء الله دائما يا أمل تشاركي معانا. كم عمرك؟ 11 سنة. كم؟ 11 سنة. 11 سنة، العمر كله 11 سنة، يعني أي صف؟ الخامس. الخامس يا أمل، وما شاء الله تبارك الله، كيف الحين كيف المذاكرة معاكي؟ إيش المواد الصعبة عندك في خامس؟ والله يمكن التاريخ. التاريخ، ليش؟ إيش تدرسوا في التاريخ؟ مو كذا أشياء عن التاريخ الإسلامي؟ إيه. طب حلو، ما هو صعب. التاريخ أسهل ولا الجغرافيا؟ لا الجغرافيا. الجغرافيا أسهل؟ إيه. طيب، ورياضيات كيفك معاها والعلوم؟ الرياضيات والعلوم كيفك معاها؟ ممتازة الحمد لله. الحمد لله. طب آخر سؤال، الإنجليزي؟ نعم. الإنجليزي كيف، صعب ولا سهل ولا عادي؟ لا سهل مرة.
سهل مره 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 لك مو كثير ان شاء الله. طب قولي لي انت ايش تبغي لما تصيري في الثانوي، تبغي تدخلي ادبي ولا علمي؟ طلع علمي ان شاء الله. علمي باذن الله. هذا كله من التاريخ يا امل؟ نعم. كل هذا عشان ما تحبي التاريخ تبغي تدخلي علمي؟ طب بعدين في الجامعه ايش ناويه ولا لسه ما فكرتي؟ الا دكتوره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا امل. عندك تخصص معين؟ لا بعد ما قد حددت. لسه ما حددتي؟ يلا كويس. طيب انك حددتي انك تدخلي طب باذن الله. امل نعم. اعطيكي فكره مره حلوه عشان لما تدرسي طب. للاسف انقطع الاتصال مع امل. امل ارجعي اتصلي فينا مره ثانيه وان شاء الله الحظ المره الجايه تقدري تفوزي معانا. معانا اتصال جديد ونقول الو. خليني اذكركم عزيزاتي المشاهدات بمسابقه ايش الطبخه. يطلع لكم يوميا على الشاشه صوره لاكله، عليكم تعرفوا ما هي هذه الاكله وترسلوا لنا اجابتكم الصحيحه في رساله نصيه تبدا بكلمه الطبخه. ومسابقه من القارئ يطلع لكم يوميا مقطع صوتي لاحد القراء المشاهير، عليكم تعرفوا من هو القارئ وترسلوا لنا اجابتكم الصحيحه في رساله نصيه تبدا بكلمه القارئ. ومسابقة فور بنات يطلع لكم سؤال يوميا على الشاشة، ترسلوا لنا إجابتكم الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بكلمة بنات وسيتم السحب على الفائز في سؤال المشاهدين يوميا من برنامج فور بنات في بداية الحلقة. وطبعا الهدية مقدمة من محلات العماري للذهب والمجوهرات في سوق اليمامة ومحلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري. معانا اتصال جديد من دلال ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا دلال. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. دلال من وين اتصالك؟ من السعودية. دلال ولا ظلال؟ ظلال. ظلال. ظلال صديقة البرنامج، سامحيني يا ظلال ما سمعت اسمك كويس. كيف حالك؟ الحمد لله. مستعدة يا ظلال؟ لا ظلال، أول شيء توطي صوت التلفزيون عشان نختار الحرف مع بعض. طيب؟ طيب. يلا يا ظلال. 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 حرف الراء. حرف الراء يا ظلال. ونشوف مع بعض رمضانيات ونشوف السؤال سوا يا ظلال. إن شاء الله سؤال سهل. وسؤالك يقول كم مرة تكررت كلمة السحر في القرآن؟ 40 مرة أو 50 مرة أو 60 مرة يا ظلال؟ 30؟ لا ما في 30، في 40 و 50 و 60. 60؟ 60 مرة يا ظلال، إجابتك صحيحة. فزتي معنا بكوبون مقدم من محلات سكر نبات للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك يا ظلال. ومعنا اتصال من مها ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا مها. عليكم السلام. مها مستعدة؟ مستعدة. يلا نشوف يا مها مع بعض واختاري حرف. مها؟ اختاري حرف يا مها. الفاء. حرف الفاء يا مها. وفطور وسحور ونشوف صورة الأكلة على الشاشة. إيش هذه الأكلة يا مها؟ سبرينغ رول ولا سمبوسة ولا ورق عنب؟ مها؟ واحد. واحد سبرينغ رول يا مها، إجابة صحيحة. وفزتي معنا بكوبون مقدم من سكر نبات للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك يا مها. ومعانا اتصال جديد من خلود ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا خلود. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك حنين؟ الحمد لله تمام. إيش أخبارك؟ بخير الله يسلمك. خلود إيش فطرتوا اليوم؟ خلية نحل. خلية نحل بالعافية. هذا الحلا إيش الأكل طيب؟ لا ما كثرنا اليوم، صحينا متأخرين. والله تصدق انا اليوم كان حيروح علي الفطور، يعني لو ما لحقت اخر مطعم لقيته فاتح قدامي. لا هو معروف في العشر الاواخر دائما كذا. اي دائما لخبطه سبحان الله ما ادري ليه.
السهر يا أمي. من جد؟ لا سهر، وكمان قلت يلا أنزل أجيب أغراض للعيد. فأنت كيف أغراض العيد جبتيها وخلصتي؟ أيوة الحمد لله خلصت. الحمد لله. يلا إن شاء الله تلبسيهم بالعافية يا خلود. مستعدة؟ أه مستعدة. عندك الحروف على الشاشة واختاري حرف. نون. حرف النون يا خلود. ونساء من التاريخ، ونشوف سؤالك يا خلود إيش يقول. من هي التي لقبت بأم أبيها؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها، أو أم كلثوم رضي الله عنها، أو السيدة زينب رضي الله عنها؟ السيدة فاطمة. السيدة فاطمة رضي الله عنها إجابة صحيحة. فزتي معنا يا خلود بكوبون مقدم من محلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري. ومعانا اتصال جديد ونقول ألو. هلا. السلام عليكم يا سجايا. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. سجايا من وين اتصالك؟ من القويعية. يا هلا وسهلا فيك وفهل القويعية. سجايا ايش معنى تشارك؟ ان شاء الله خلينا اول شيء انت تشاركي بعدين نشوف اختك. سجايا ايش معنى اسمك؟ يلا ايش معنى اسمك؟ ها؟ ايش المعنى حق اسمك؟ الأخلاق الحميدة. الأخلاق الحميدة يا سجايا، واضح إنه صوتك فيه له كثير من اسمك يا عزيزتي. يلا تختاري حرف. سجايا توطي لنا صوت التلفزيون لو سمحتي. يلا أختار حرف الواو. حرف الواو، بس وطي صوت التلفزيون يا سجايا. طيب. ونشوف فقرة إكسسوار الصور اللي حتطلع لك، وما هي الصورة المختلفة يا سجايا؟ سجايا؟ أربعة. متأكدة؟ إيه. لا فكري. أربعة. فكري فكري يا سجايا. اثنين. اثنين يا سجايا، وإجابة صحيحة وفزتي معنا ب 200 ريال سعودي. ألف ألف مبروك يا عزيزتي. معنا اتصال من عائشة ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا عائشة. كيف حالك؟ طيبة. عايشة علي صوتك لو سمحتي. عايشة. أيوة. أيوة يا عايشة، من وين من وين بتكلمينا؟ مكة. من مكة، يا هلا وسهلا فيك يا عايشة. مستعدة؟ مستعدة. يلا اختاري حرف من على الشاشة. التاء. حرف الباء ولا التاء؟ تاء. حرف التاء يا عايشة، وللأسف خيرها بغيرها يا عايشة. أتمنى أسمع صوتك في القريب وتفوزي معانا ويكون حظك المرة الجاية أحسن. ومعانا اتصال من شذا ونقول ألو. السلام عليكم يا شذا. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شذا من زمان ما كلمتينا ليه؟ إيه؟ من جتك فترة ما كلمتينا. لأن إحنا نمشي كذا بالدور. تمشي بالدور. مين كمان يكلمنا غيرك؟ إيه؟ مين يتصل علينا غيرك؟ أخواتي يعني ذاتي. أخواتك يا شذا. طب مستعدة؟ إيه مستعدة. يلا عندك حرف الباء والألف، إيش حتختاري؟ أختار حرف الألف. حرف الألف يا شذا، وعواصم ودول. أخواتك جنبك عشان يساعدوكي؟ إيه. يلا نشوف. الرباط عاصمة إيش يا شذا؟ شذا هي في السودان؟ لا في المغرب. طب ساعديني. أنا قلت الجواب. أخواتي ما عرفوها يا. طب أنا أعطيتك الجواب. إيه؟ أنا أعطيتك الجواب. إيه؟ أنا قلت لك أوريدي الجواب. المغرب. المغرب يا شذا، إجابة صحيحة. فزتي معنا بكوبون مقدم من سكر نبات للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك. ومعانا اتصال من حنين من فلسطين ونقول ألو. ألو يا حنين. حنين. يا حنين وطي لنا صوت التلفزيون لو سمحتي. حنين مو عشان سميتي ما تردي علي. حنين. ألو يا حنين. ألو. أيوة يا حنين، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟
كويسة، كيف أنت؟ الحمد لله. حنين كم عمرك؟ 11 سنة. العمر كله يا رب العالمين. حنين مستعدة؟ يلا عندك الحرف اللي باقي هو حرف الباء، خلينا نشوف مع بعض يا حنين وإيش رح يطلع لك. ملح الكلام يا حنين. مستعدة؟ حنين مستعدة. من القائل؟ تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. الإمام الشافعي أو ابن تيمية أو ابن الجوزي؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي، إجابتك صحيحة وفزتي معنا بكوبون مقدم من فور شباب كافيه. ألف ألف مبروك يا حنين. ومعانا اتصال جديد ونقول ألو. طب خلينا قبل ما ناخذ اتصال نطلع فاصل قصير ونرجع لكم عزيزاتي المشاهدات من بعد الفاصل في انتظار مكالماتكم. يا أخوات يا قلب كبير. هذا البرنامج برعاية لكم عزيزاتي المشاهدات من بعد الفاصل. ومعانا اتصال من دينا من فلسطين، ومحظوظين احنا من الفاصل دائما بيكون اول اتصال من فلسطين. دينا كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله تمام. ايش اخبارك؟ الحمد لله. دينا سمعنا صوتك قبل كذا في البرنامج صح؟ امبارح. ايوه انا قاعده اقول يا ربي والله متاكده بس خفت اكون ملخبطه. يلا يا دينا قولي لي اليوم دينا ايش فطرتي؟ ايش افطرتي؟ اليوم افطرنا طريقنا كبسه. ايش؟ كبسه. كبسه، بالعافيه على قلبك يا دينا. طلعت الكبسه ما هي حكر على السعوديين، طلعت في كل مكان ما شاء الله. يلا يا دينا مستعده؟ ايوه. يلا عندك الحروف على الشاشه وانتبهي تطلع غيرها بغيرها، ما دخلني. اها يلا. ايوه ما هي؟ ايش الاحرف؟ عندك كل الحروف، حرف الفاء والواو والراء والباء والنون والالف والتاء، اختاري. اعطيني حرف النون. حرف النون يا دينا ونشوف مع بعض. عواصم ودول، سهله هاي صح دينا؟ ايوه. بيروت عاصمه ايش؟ بيروت لبنان. لبنان يا دينا، فزتي معنا بكوبون مقدم من فور شباب كافيه. الف الف مبروك. طبعا تحياتنا لمخرجنا العظيم اللي اليوم ما هو معانا من لبنان، استاذ اكرم، يعني ان شاء الله بنشوفك قريب. معانا اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم يا غاده. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله تمام. غاده من وين اتصالك؟ من الباحه. يا هلا وسهلا فيك يا غاده وفي اهل الباحه كلهم. هلا فيك والله. سمعنا انه الجو عندكم حلو. والله تمام، الاجواء حلوه الحمد لله. في مطر ولا لا؟ لا ما في مطر. قولي لي يا غادة قضيتي أغراض العيد؟ إيه الحمد لله تمام، قضيت أغراض العيد الحمد لله. تلبسيهم بالعافية يا رب العالمين. يعطيك يا رب إن شاء الله. يلا يا غادة مستعدة؟ إيه مستعدة. عندك الحروف على الشاشة وانتبهي تطلع لك غيرها بغيرها. أيوه. هاي يا غادة. حرف الواو. حرف الواو يا غادة. وفطور والسحور، راح تطلع لك صورة أكلة على الشاشة، عليك تعرفي إيش هي. طيب إن شاء الله. يلا مرة صعبة الصراحة. إيش هذه الصورة يا غادة؟ بيتزا ولا من إيش ولا فطيرة لحم؟ بيتزا. بيتزا يا غادة وإجابة صحيحة، وفزتي معنا بكوبون مقدم من العماري، من محلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري. يا غادة ألف ألف مبروك. ومعانا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا رنيم. عليكم السلام. كيف حالك؟
من وين اتصالك؟ من الزلفي. من وين؟ من الزلفي. من الزلفي، يا هلا وسهلا فيك يا رنيم. رنيم ايش معنى اسمك؟ رنين ساعة. اها يا رنيم، يلا مستعدة؟ ايوه مستعدة. عندك الحروف على الشاشة، ايش تختاري؟ حرف التاء. حرف التاء، ونشوف مع بعض. ورمضانيات، في حد جنبك يساعدك ولا لا؟ ايوه معي اختي. ما هي السورة التي تسمى بسورة المنافقين؟ سورة التوبة، سورة المنافقين، سورة المنافقون، او سورة طه؟ رنيم؟ للأسف انقطع الاتصال مع رنيم. هي الإجابة الصحيحة هي سورة التوبة يا رنيم. ومعنا اتصال جديد، ونقول ألو. السلام عليكم. حصة. أيوة. السلام عليكم يا حصة. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة الحمد لله. حصة قولي لي، اليوم صمتي؟ نعم. صمتي اليوم؟ ايه. شطورة شطورة يا حصة، ان شاء الله عشان صمتي اليوم تفوزي معانا، ايش رايك؟ ايه. نشوف الحروف؟ ها؟ نشوف الحروف؟ ايه. يلا يا حصة اختاري حرف. حرف الراء. حرف الراء يا حصة، وملح الكلام، مين حيساعدك اليوم؟ ها؟ مين اللي حيساعدك اليوم؟ أمي. أمك، الله يخلي لك أمك يا رب العالمين. اكملي الحكمة يا حصة. عذر أفضل من ذنب، أو عذر أقبح من ذنب، أو عذر أسوأ من ذنب؟ دائما المدرسات والأمهات يقولوها أقبح. عذر أقبح من ذنب يا حصة، وفزتي معنا بكوبون مقدم من مركز سكر نباتي للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك يا عزيزتي حصة. ومعانا اتصال جديد، ونقول ألو. للأسف انقطع الاتصال. أحب طبعا أشكر رعاة البرنامج، محلات العماري للذهب والمجوهرات في سوق اليمامة، محلات العماري للأقمشة في مركز الكورنيش التجاري، محلات همسة دبي للعبايات، للعبايات المقدمة لي من عندهم في مجمع الشرق، مطعم جامبرجر، مطاعم أبل بيز، وشركة هوندا ومكتبة الفانوس، وشركة البيك، مطاعم البيك. إن شاء الله ما أكون نسيت أحد. طبعا أشكر شركة المحل، وطبعا مركز سكر نبات المنتجات الطبيعية. طبعا أشكر محلات العماري للذهب والمجوهرات، ومحلات العماري للأقمشة على رعايتهم لسؤال المشاهدين اللي يطلع لكم يوميا على شاشة ويطلع لكم يوميا سؤال المشاهدين على الشاشة. عليكم تعرفوا الإجابة الصحيحة وترسلوا لنا إياها في رسالة نصية تبدأ بكلمة بنات. ومسابقة إيش الطبخة، يطلع لكم يوميا صورة أكلة على الشاشة، عليكم تعرفوا ما هي هذه الأكلة وترسلوا لنا اسمها في رسالة نصية تبدأ بكلمة الطبخة. ومن القارئ، يطلع لكم يوميا مقطع صوتي لأحد القراء، عليكم تعرفوا من هو القارئ وترسلوا لنا إجابتكم الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بالقارئ. وطبعا مسابقة من القارئ برعاية مكتبة الفانوس. ترسلوا لنا إجاباتكم على STC 8-4-2-2-7 موبايل 6-0-6-2-5-8 وزين 7-0-3-6-2-0. ومعانا اتصال من جميلة من السعودية، ونقول ألو. جميلة، للأسف انقطع الاتصال مع جميلة. معانا اتصال من إيمان، ونقول ألو. ألو. السلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنتِ؟ الحمد لله تمام. إيمان من وين اتصالك؟ من جدة. والله منور الشاشة يا حنين. الله يخليك يا رب العالمين. إيمان قولي لي، كيفك مع الرطوبة والحر والزحمة؟ والله والحفر. يعني شيء ما ينقال الصراحة. الله يعين يا رب. إيمان قضيتي أغراض العيد ولا لسه؟ إيوه الحمد لله قضيتها. الحمد لله، تلبسيهم بالعافية يا رب العالمين. يعافيك يا رب. يلا يا إيمان مستعدة؟ إيوه مستعدة. عندك الحروف على الشاشة، حرف الفاء والباء والألف، إيش تختاري؟ اختار حرف الباء. حرف الباء يا ايمان. ونساء من التاريخ، الحمد لله ما طلعت لك خيرها بغيرها. الحمد لله. الحمد لله يا ايمان. من هي اخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ الشيماء، او عاتكة بنت زيد، او ليلى العدوية؟ الشيماء. الشيماء واجابة صحيحة يا ايمان. فزتي معنا ب 200 ريال سعودي. الف الف مبروك
يعجبوني كذا المتصلات اللي يتصلوا ويعطوني الإجابة على طول، حتى ما يستنوني أعطيهم الاختيارات. ما شاء الله عليك يا إيمان. ونشوف اتصال جديد من نوال ونقول ألو. 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 السلام عليكم يا نوال. وعليكم السلام. نوال وطي صوت التلفزيون لو سمحتي. طيب لحظة. تفضلي. عليكم السلام. نوال وطيت. يلا يا نوال مستعدة؟ ايوه. عندك الحروف على الشاشة، حرف الفاء وحرف الألف، ايش تختاري؟ حرف الفاء. حرف الفاء يا نوال. وللأسف للأسف للأسف خيرها بغيرها يا نوال. أتمنى أسمع صوتك مرة ثانية وأتمنى تفوزي معانا في المرة الجاية. أعتذر منك يا نوال. ومعنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو أمل. أمل أمل أمل. هلا هلا. السلام عليكم. هلا هلا. كيف حالك يا أمل؟ الحمد لله. كيفك حالك أنت؟ الحمد لله. أمل وطي لنا صوت التلفزيون لو سمحتي. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة يا رب العالمين. أمل من وين اتصالك؟ هلا. من وين اتصالك يا أمل؟ من السعودية من حايل. يا هلا وسهلا. يلا نتحييهم أهل حايل كلهم يا أمل. كيف الجو عندك؟ الله يحييك. كيف الجو عندك يا أمل؟ والله أخباركم أنتم؟ والله الحمد لله. إحنا عندنا الحمد لله تمام كلته. الحمد لله يا أمل. مستعدة؟ أي والله مستعدة. أمل عندك الحرف اللي باقي حرف الألف، حرف اسمك يا أمل. مستعدة نشوفه؟ مستعدة. أوكي. وفقرة إكسسوار أمل حتطلع لك أربع صور على الشاشة، عليك تعرفي ما هي الصورة المختلفة. طيب. والصورة على الشاشة يا أمل وما هي الصورة المختلفة؟ الرقم أربعة يمكن عشان واحد. واحد واحد يا أمل. ليش اللي جاب رقم أربعة؟ إجابتك صحيحة يا أمل. فزتي معنا بكوبون مقدم من محلات أو من مركز سكر نبات للمنتجات الطبيعية. ألف ألف مبروك يا عزيزتي. أذكركم عزيزات المشاهدات بأرقام التواصل معنا من داخل السعودية 7000081، من خارج السعودية 00882169008896. أشكر جدا 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 الناس اللي لما يعني يغلطوا في شيء حتى لو ما كان مقصود إنهم يتصلوا أو يتصلوا إنهم يعتذروا. مخي مع الاتصالات. فعلا شعور جدا جميل حتى لو الواحد غلط عليك في ظهرك وأنت ما تعرف ويعني حتى كان قصده ولا ما كان قصده، في النهاية جاء واعتذر. من الأشياء اللي يعني تخلي البني آدم يرتفع درجات في يعني في قلب الناس ويحترموه أكثر وأكثر. صار معي اليوم موقف جميل. بني آدم غلط في اسمي على الشاشة وجاء اعتذر مني. صراحة احترمته بشكل مو طبيعي مع أني يعني ما كنت أدري حتى أنه غلط في اسمي، بس يعني فعلا في ناس فيها الخير فعلا، ولما يغلطوا يعتذروا. الاعتذار ما هو شيء غلط، بالعكس الاعتذار يرفع من قدر البني آدم ويعني يخليه قدام الناس أساسا شخصية كويسة محترمة تعرف تتكلم. يعني كذا هذه الأشياء. أتمنى من أي أحد يكون غلطان شيء، أحد مزعل أحد، يروح يعتذر منه. الاعتذار ما حيقلل من أحد، بالعكس إنه حيرفع منه. معانا اتصال من صديقة البرنامج فاطمة من حايل ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله تمام. إيش؟ الحمد لله تمام. إيش أخبارك؟ الحمد لله. فاطمة قضيتي أغراض العيد؟ إيه. يلا بالعافية تلبسيها يا فاطمة. مستعدة؟ ايوه. يلا عندك الحروف على الشاشة والحروف كاملة، انتبهي تطلع لك ترهب غيرها. حرف الفاء. حرف الفاء وحرف اسمك يا فاطمة وفقرة رمضانيات، ونشوف سؤالك سوا. كم مرة تكررت كلمة اليوم في القرآن؟ 300 مرة أو 200 مرة أو 365 مرة؟ 300. كم عدد أيام في السنة؟ عادي يعني أنا 300 أو 200 أو 365.
365. يا فاطمة إجابتك صحيحة وفزتي معنا بكوبون مقدم من جامبرجر. ألف ألف مبروك يا عزيزتي. وهذه من معجزات القرآن الكريم أنه ذكرت كلمة اليوم في القرآن بعدد أيام اليوم في السنة، والشهر ذكر 12 مرة لأنه عندنا 12 شهر في السنة. هذه طبعا من المعجزات. ومعانا اتصال جديد من أشواق ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشواق كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. أشواق من وين اتصالك؟ من حائل السعودية. يا هلا وسهلا فيكي وفي أهل حائل يا أشواق. أنا صراحة مرة مبسوطة بالحماس اللي فيكي. أعطيك الحروف كلها الحين، حرف ورا الثاني، إيش رأيك؟ يلا يلا يا أشواق، اختاري حرف وانتبهي يطلع خيرها بغيرها، الحماس هذا يصير على الفاضي. حرف الراء. حرف الراء. حرف الراء يا أشواق. وفقرة إكسسوار ونشوف مع بعض الصور اللي حتطلع لك على الشاشة، في منهم واحدة مختلفة. يا أشواق رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يا أشواق، إجابتك صحيحة وفزتي معنا بكوبون مقدم من همسة دبي للعبايات. أشواق وين رحتي يا أشواق؟ يلا معليش أشواق، إن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. عزيزاتي المشاهدات، خليني أذكركم في مسابقات قناة فور شباب. مسابقة إيش الطبخة يوميا تطلع لكم صورة أكلة على الشاشة، عليكم تعرفوا ما هي الأكلة وترسلون إجابتكم الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بكلمة الطبخة. ومن القارئ مسابقة يوميا يطلع لكم صوت لأحد المشايخ المشاهير، عليكم تعرفوا من هو هذا القارئ وترسلوا إجابتكم الصحيحة في رسالة نصية تبدأ بكلمة القارئ. أما عن مسابقة فور بنات يطلع لكم سؤال على الشاشة وعليكم تعرفوا الإجابة الصحيحة وترسلوها في رسالة نصية تبدأ بكلمة بنات على STC 84227 موبايلي 606258 وزين 703620. للأسف انتهى وقت برنامجنا اليوم، في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا بكرة بإذن الله في نفس الوقت من الساعة 10 للساعة 11. خليكم معنا ولا تروحوا مكان، برنامج مذكرة سائح الجزء السادس بعد شوية، وبعده مسابقة فور شباب على الهواء أو شباب على الهواء. عزيزاتي المشاهدات، سعد جدا اليوم باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا، في انتظار اتصالاتكم بكرة. كنت معاكم اليوم حنين بغدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية شاركونا، يا ريت دايما تخلونا احلى اخوات. يا قلب كبير يوسعنا وكلمة حب تجمعنا.